بنجدد الترحيب بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في أولى فقراتنا الحوارية، هنتناقش فيها بشكل ودي، وهنتناقش فيها بلغة بسيطة، لغة المزارعين أسيادنا اللي على رأسنا من فوق ودايما بنتشرف بيهم، عن موضوع القرية المنتجة وموضوع تفعيل دور الجمعيات. احنا النهاردة بقى يعني لا جايبين حد مسؤول ولا جايبين حد، جايبين حد منكم زيكم، بياكل زيكم وبيشرب زيكم ولابس زيكم وبيعتز باللي هو لابسه. منورني النهاردة في الاستوديو الحاج مجدي الشراكي، رئيس جمعية العامة للإصلاح الزراعي. منورني يا حاج مجدي. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب، والسادة المشاهدين، ومصر دايما بخير إن شاء الله، بفلاحينها، بقيادتها، بشعبها الطيب. آمين يا رب. أنا سعيد جدا بالحوار اللي دار بيني وبين حضرتك قبل الهوى، وكنت أنت معتز بيه جدا باللبس اللي حضرتك لابسه، وحكيت لي قصة ما أعرفش بقى أنت عايز تقولها على الهوى قولها، أنت حر. لكن هو الحاج مجدي يعني بيقول لي إن هو بيرتاح في اللبس ده، وهو اللبس ده بيعبر عنه وعن ثقافته، وهو فخور بيه، وبيقول لي يعني حتى لما بلبس كده بدلة وكرافتة ببقى متضايق، بحس إن اللبس ده. لا ما قلتش، أنا بقالي 20 سنة ما بلبسهمش يعني أساسا. لكن أنا لما كنت في أمريكا والراجل وقفني، أنا من ضمن الناس اللي واقفة، الناس اللي عدت المايه بحالها في أمريكا، فبقول له اشمعنى يعني بالعربي كده، اشمعنى أنت عديت دولت وبتاع، فالمترجم بيقول له، فقال له بس ما يكون فيها بط ولا فيها جبنه حادقه ولا حاجه وبتاع، يعني شطتها فيعني هي حاجه طبيعيه يعني، احلى من البط والجبنه. بس البلدي اصلا ما البلدي على راي المثل، الفلاح يوكل لو طبعا. وانا سعيد جدا باعتزازك بانتمائك للبيئه الريفيه الطيبه الجميله اللي احنا كلنا واهالينا واجدادنا كلهم طالعين منها. مصر كلها، مصر اصلها مصر فلاح، كلها مصر اصلها فلاح يعني، مش اكيد. بس انا عايز اسالك سؤال يا حاج مجدي، يعني النهارده لما بنيجي نقارن القريه بتاعت النهارده القريه بتاعت زمان، بتاعت زمان، بسبب هي لها اسباب ياما. أسباب إن هي القرية المصرية ما أصبحتش منتجة زي الأول، لأنها أرادت أنها تستفيد من الدعم اللي الدولة بتعمله، فأصبح الفلاح المصري ما عادش بيخبز ولا بيعمل زي الأول، لأن أنت عارف إن رغيف العيش النهاردة الدقيق الكيلو بجنيه، بتشتري 2 كيلو، بتشتري 2 كيلو دقيق، تشتروا معيش صحيح بجنيه، تشتري 2 كيلو دقيق، رغم ان 2 كيلو دول ب 20 جنيه. يعني نفهم من كده، فانت خليت الشعب المصري يعني لما انت جيت عملت الدعم في الحاجات ديت، خليت الشعب المصري بقى القريه المنتجه بدات تدور على الاستفاده كفئه من الفئه من المجتمع المصري. ما ده بياخدنا برضو الى محور مهم جدا في الحوار، ان زمان ما كناش محتاجين المصطلح بتاع القريه المنتجه، هي كانت منتجه لوحدها، هي كانت قريه منتجه، كنت بتاخد منها السمنه والزيت، وبتاخد منها السمنه والجبنه، وتاخد منها كل حاجه، بتصدر كل حاجه والخضار والفاكهه وكل حاجه يعني. لكن هو احنا والحمد لله يعني احنا في طريق في المرحله الجايه، بس كل اللي فيها ان هي الفلاح في الفتره اللي عدت لحد النهارده مظلوم، برضو مظلوم من ناحيه ان هو ما لقاش سياده الرئيس في بدايه توليه الحكم، ان قال ان الشعب يعني ما لقاش عاوز اللي يحنوا عليه، يعني شعب عاوز الحنيه وعاوز اللي يحنوا عليه، فكل فئات الشعب استفادت من كلمه الرئيس والعطاء، ولكن الفلاح الوحيد اللي ما استفادش لسه لحد دلوقتي، باعتبار ان الفلاح هو العامل الرئيسي والمنتج الرئيسي، وهو تبنى عليه كل شيء في المجتمع المصري. جميل. يمكن انا حوافق حضرتك ان ما زال الفلاح محتاج لسه المزيد والمزيد من الدعم والمتابعه. لا، هو الفلاح مش عاوز ده، سعاده الرئيس احنا بس عشان خاطر ما نظلمش كلمة دعم الفلاح، الفلاح عايز حقه، أبسط حقوقه يعني، أنت عايزك تديله تعب مجهوده، أصل كلمة إنك تدعمه يبقى هتعطف عليه أو تديله حاجة. لا طبعا، والفلاح في الأول هو اللي بيجينا كلنا الفلاح، والفلاح في الأول وفي الآخر لا يقبل عطف من حد، ما يقبلش العطف ولا يقبل حاجة، لأنه في قوته هو قوي، طول ما واقف في أرضه قوي وشديد
خدت بال حضرتك، لكن هو كل فيها عاوز ابسط شيء من حقوقه انك تقدر تقيم وتقدر قيمه اللي هو بينتجه وتدي له حقه. طيب فيه. ده هيقودنا لسؤال مهم تاني. اكتر حاجه كانت بتساعد الفلاح زمان ان هو يلاقي حقه، وان هو لما بيزرع فعلا بيقدر يسوق المحصول بتاعه بشكل جيد ما عندوش مشكلات، كان في دور مهم جدا للجمعيه الزراعيه. يعني ما ننكرش ان الجمعيه الزراعيه كان لها دور كبير جدا في مجال التسويق. هذا الدور تراجع بشكل كبير يمكن في السنين اللي فاتت، هو لان هو برضه عاوز اقول لحضرتك من الستينات لحد سنه 92 كانت الدوله الداعمه الاول في عمليه تسويق المحاصيل، والجمعيات كانت هي كانت شكل بس عمليه شكليه في التسويق. ليه؟ لان كان كل الشيء بيورد عن طريق الجمعيه، واللي بتقوم بسداد هذه اثمان المحاصيل الزراعيه هي الدوله. صحيح، لان كان هناك سعر محدد من الدوله ان هي بتاخد المحصول بسعر معين وخلاص، انت بتجمعه عندك في الجمعيه، والجمعيه والتموين بيشيل والمضارب بتشيل المحالك بتشيله كل ده بيتشال. بس هو كان كل اللي فيها انه كان هناك في سياسه من الدوله بتحديد اسعار المحصول. لما الدوله رفعت جيت التجاره الحره والاسواق الحره والدوله رفعت رفعتها نوبه واحده عن الجمعيات الزراعيه، فالجمعيات الزراعيه ما عندهاش الكوادر اللي هي تدرب على عمليه التسويق التعويني وتسوق ازاي وتخزن ازاي وتعمل فاصبحت في نوبه واحده قالت قامت الاخرى مبطله وبدات تقفل ابواب. ليه؟ مش عاوزه، ما فيش حد عاوز يتحمل مسؤوليه الخساره او مسؤوليه اي حاجه تتلف او اي حاجه تبوظ. طيب النهارده بنتابع مع حضرتك، واكيد يمكن حضرتك متابعنا، في تكليفات جديده من وزير الزراعه بتفعيل دور الجمعيات مره اخرى. كيف ترى حضرتك هذه الاجراءات، وكيف ترى يعني رؤيه وزير الزراعه الحالي معالي السيد القصير في ان هو يفعل دور الجمعيات الزراعيه؟ هو وانا عايز اقول حاجه، هي في بشرة برضو لفلاح الاصلاح الزراعي خاصه، يعني ان 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 السيد وزير الزراعه اصدر تعليماته مع الدكتور حسن الفول مدير الهيئه بان يبعث، كان عمليه التقنين وضع اليد وشراء الاراضي الفضاء والحاجات دي متوقفه بقى لها سنه عشان القانون، ولكن السيد الوزير كان خاطب السيد رئيس الوزراء لصدور قرار لائحه تنفيذيه للقانون بتاع التقنين، وادى تعليمات ان هي تنشر جميع المديريات، فكل واحد برضه كان متعطل في عمليه التقنين يتقدم على طول مديريات الاصلاح التابعه لها ويبدا يقنن هذه الوضع. وده دكتور يعني هو سياده الوزير هدفه كراجل فكر زراعي واقتصادي ان هو بيقول يعني عاوز يستفيد من القيمه لكل شيء مش مستغل على الارض الواقع، فهو بدل ما يحصل عليها تعديات او يحصل عليها اي حاجه فتبدا الاراضي اللي هي مش مستغله استغلال جيد المفروض تبدا تنباع، اللي من باع اللي فاضيه تنباع بالمزاد، اللي مش فاضيه تنباع، اللي وضع اليد تتقنن وضعه وحسب تقديرات اللجنه العليا لتثمين اراضي الدوله وتاخد الارض دي. فدي بشرة كويسة لان متوقفه بقى سنتين الحمد لله يعني، وده بمجهود السيد معالي وزير الزراعه والسيد الدكتور حسن الفولي ان هو قاموا بهذا الدور عشان اراضي الاصلاح ياما بالشكل دي متناصره في وسط القرى والمدن وتبقى حلنا مشكله من المشكلات. طيب احنا انا بسمع دايما عن مشكله تانية، اراضي الاوقاف، هل برضو لا اراضي الاوقاف احنا ما اراضي الاوقاف لها قصه تانية ما ديت بترجع لوزير الاوقاف واللوائح بتاعته والنظم بتاعته. احنا بنتكلم عرضه بس هو قانون واحد، يعني هو المفروض القانون واحد بس الاوقاف لها نظم في المعامله فيها. يعني احنا بنفكر ازاي مع بعض نحل مشكله الفلاح، بس احنا بنقول إن, ان 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 المفروض يكون هناك احنا في حكومه واحده والمفروض ما فيش وزاره تشتغل بفكر ووزاره ثانيه تشتغل بالظبط، لان هي في الاخر يعني زراعه احنا بنشتغل لا يعني احنا لا برضه مش حكايه زراعه وفلاح، احنا بنتكلم اذا كانت الاوقاف ولا الاصلاح هم كلهم تابعين لوزاره واحد لمجلس وزراء واحد وتابعين لدوله واحده، فما ينفعش وزاره تبقى لها نظام في البيع وزارة تانية يبقى لها نظام في البيت. يعني إذا نتمنى بنناشد المسؤولين بقى من هذا، نتمنى أن هناك توحيد الفكر والإجراءات بين كل الوزارات اللي هي لها أراضي
وممكن تبقى لها بيع ولا حاجة. طيب خليني أسأل حضرتك على أهم الملفات اللي استعرضتوها مع معالي وزير الزراعة فيما يخص الجمعيات الزراعية. هو سيادة الوزير مهتم جدا بإعادة دور جمعية التعاون لدوره الحقيقي والفعال، إن هو يبدأ يبقى ليه دور، لأن التعاونيات في الأصل هي دورها تنموي في داخل المجتمع المصري اللي هي مقيمة فيه. فهو كان له رؤية في هذا الموضوع، وبناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كانت في حصلت أزمة في الفترة كده، والحمد لله إن أنا يعني انبسطت جدا، وإن سيادة الرئيس متابع كل الملفات على أرض الواقع. لما حصلت أزمة اللبن ونزلت السوق، نزل نبغى واحدة في اللبن الفلاحي، وكان ليه أسباب معينة في عملية استيراد اللبن البودرة، وتحلت المشكلة بسرعة مع بعض المسؤولين. فكان دي لفتت نظر سيادة الرئيس، وكان الهدف منها ان احنا لابد ان احنا نعمل مراكز تجميع ألبان في القرى. صحيح، أنا شايف دعم كبير جدا من الرئيس في الملف. واحنا دايما بنقرا الفكر دايما بدون أي تعليمات تصدر. فلما قعدنا مع معالي الوزير وعرضنا عليه فكرة ان الرئيس قال لا، ده احنا عاوزين نعمل في كل قرية مركز تجميع ألبان. فبدأنا نعمل، نزلنا المهندسين المتخصصين عندنا في الجمعية العامة على اساس ان احنا نبحث عن الاماكن اللي في القرى اللي ممكن نعمل فيها مراكز تجميع ألبان، وان شاء الله هنبدأ بمركزين ثلاثة كده في بإذن الله عندنا، وان شاء الله هنبدأ ننفذ فيهم عشان خاطر نعمل مراكز تجميع ألبان في القرى، على اساس ان الفلاح ما يعرف يبيع اللبن بتاعه بسعر يعني يقدر يعوض بعد التكلفه اللي هو بيتحملها في عمليه العرف المواشي والحاجات دي. اكيد. طيب احنا برضو سمعنا كلام عن موضوع قريه نموذجيه، قريه منتجه نموذجيه هتتوزع فيها تقريبا 4 رؤوس للمعيشه على كل اسره. فيعني هتكون ايه القريه اللي هتختاروها على انه اساس، او مين اللي هيختارها، يعني هيبقى شكلها ايه، التمويل هيبقى ماشي ازاي، الاسره اللي هترد ثمن الاربع يعني مواشي دول ازاي، برضو خلينا نعرف من حضرتك. هو موضوع القريه المنتجه، ان احنا كانت فكره من عندنا احنا من الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، ان احنا قلنا عاوزين نعمل قريه، بدل ما بنجيب الالف راس بنستورد الالف راس ولا الخمسمائة راس اللي هو البقر اللي هو زياده في الانتاج في اللبن، على الانتاج اللبن يعني. فقلنا بدل ما بتتوزع في الالف راس بتتوزع في على مستوى الجمهوريه في كل محافظه عدد معين، فاحنا نكثف ال 500 ولا الالف دولت في قريه في حته ونبقى مركزين معاها، نركز في قريه واحده، وقريه واحده تاخدهم ونعمل فيها مركز تجميع البان ووحده بطاريه وعلف وبتاع العلف، يعني دبه متكامله من كل ناحيه، ودكتور متخصص في عمليه التخصيب تلقيح الماشيه يعني بالسلالات الجديده يعني. ويبقى هنا عملنا المنظومه المتكامله على اساس ان هنا تبقى دي قريه كل انتاجها هيطلع وتعرف تاخده تسوقه له، يعني انت تاخد اللبن وتوديه الشركات المصانع اللبن والجبن. واحنا قلنا لو احنا توسعنا في الفكره ديت كجمعيه عامه لاصلاح الزراعي، عملنا قريتين ثلاثه وطلعنا اللبن يامه، ممكن احنا ننشئ مصنع للجبن يعني، ولتصنيع الجبن والحاجات ديت والزبادي واللبن المجفف المعلب والحاجات دي، نبدا نشتغل عشان نستفيد احنا واخدين كجمعيه عامه وكفلاح في الاول وفي الاخر، نستفيد من القيمه المضافه للحاجات دي. لان طبعا كيلو اللبن اذا كنا هنباع ب 10 جنيه ولا ب 8 جنيه ولا ب 7 جنيه، لما بتصنع وبتعمل بينباع جبنه بكذا ولبن طبعاً بكذا طبعاً، فانت هتستفاد من القيمه المضافه. ومن ناحيه ثانيه ان انت هتشتغل وتفتح ايد عامله وتشغل ايد عامله وتشغل، لان انت عندك مشكله مصر النهارده ان هي عندك فكره الشباب وقله الشغل، وانت عارف ان ما عادش فيه تعيينات في الدوله، وفكره التعيينات في الدوله ديت اصبحت فكره يعني مش خلاص، فكره هي اثبتت انها فكره فاشله، اثبتت ان هي مش مجديه في العمل بتاع. فاحنا بنقول ان احنا عاوزين نطلع من الوادي الضيق للوادي
الواسع يعني ان احنا نطلع نعمل المشاريع. الرئيس قال اللي عاوز يعمل مشاريع استثماريه خارج الوادي الضيق يعني تعمل في الصحراء في التوسعات السكنيه في المنطقه، هيبقى في تسهيلات وفي تسهيلات وكل حاجه. فاحنا بنجتهد في المرحله اللي جايه ان احنا نسخر مجهودنا كله ان احنا نعمل مشاريع مع اقامه بعض المنشات السكنيه لبعض العماله اللي هتبقى موجوده مع وسائل النقل. يعني ان شاء الله يعني دي فكر بنحاول نطبقه واحده واحده كده ان شاء الله في المرحله اللي جايه، على اساس ان احنا نبقى متماشيين مع فكر سياده الرئيس وفكر الدوله كلها، ان الدوله كلها بتشتغل دلوقتي ومش هينفع ان احنا نقعد نتفرج واللي معاه قرشين حاططهم في البنك عشان يدور على 5% ولا 10% اللي لا طبعا بالك. يعني انت النهارده اصلا انت بتاخد من البنك النهارده فايده ب 8% وانت فلوسك محطوطه ب 7% و6%. يعني صحيح. انت ما فيش حد النهارده هيشتغل بفلوس. لا، وهي الدول المتقدمه دايما والدول الكبيره دايما تلاقي نسبه الفائده 0% او 1%. سعادتك، واحنا النقطه اللي عندنا المشكله ان احنا ما في بعض التوجيهات بتصدر وفي التنفيذ ما بتعرفش توصل لها. احنا عندنا فكره، عندنا توسعات في مشاريعنا وعندنا اهداف كثيره في الجمعيه العامه ومشاريعها في المحافظات، وكان الهدف منه كله ان احنا نعطي فرصه للشباب اللي هو عنده فكر يشتغل في هذه المشروعات. على قد ما نقدر نستوعب عدد من العماله على اساس ان غيرنا برضه ممكن ياخد النهج مننا ويشتغل عليه. طيب انا عايز اسالك سؤال، يعني لما نتكلم عن القريه النموذجيه النهارده حضرتك بتقول النموذج ده يعني ممكن يتكرر في قريه او قريتين. وانا عاجبني قوي فكره ان الالف راس ينزلوا في حته واحده عشان الدوله تبقى شايفاهم، الدكاتره البطريين شايفينهم، يبقى اهتمام الدوله عليهم، يبقى اهتمام الدوله عينهم عليهم غير ما يتفرق قدمهم باقي القبائل دي. يعني فكره مش مظبوطه وما بتجيبش نتيجه في الاخر. انا عاجبني ده قوي، بس التقنيه اللي هتمشي بيها العمليه او اللوجستيات العمليه هتمشي ازاي؟ هل المواشي دي هتوزع مجانا ولا بقسط ولا لا؟ يعني مش شوف هقول لك حاجه، اي حاجه تتوزع بدون قيمه تعتبر انها فشلت قبل ما تبدا. صحيح، ماشي. هتبص تلاقي يجي لك ثاني يوم تقرير من الطب البيطري ان العجول ماتت البتاع مش عارف ايه، لكن انت كل اللي فيها ان انت بتجيب العجول وبتسلمها له بسعر وبتاخد فلوسها منه من خلال توريدات اللبن وتوريدات الحاجه بتاعته. يعني هو بعد ما يورد اللبن يسد ثمنها يعني انت اللي هتورد له اللبن، هو هيجيب اللبن ويجيبه اللبن بتاعه وهيجيبه، والعجله هتولد هتاخد منه النتاج بتاعها كويس عشان تربيه تاني وتعيده وتعيده تاني مره تاني. فبالتالي انت في خلال الفتره ديت هينطلب منه مثلا مبلغ معين في السنه، في خلال السنه ده يكون مسدد القسط بتاعه وزياده شويه، لان هو انت مش هتاخد منه ثمن اللبن كله. لو خدت منه حوالي من 30% من قيمه اللبن اللي هيجيبه بالظبط لازم يبقى له فلوس برضه يعلف وبتاع يعني ويعالج. يعني انت هتقول 30% للقسط و30% للعلف و30% ياخده هو مجهوده وكله. حلو جدا. يبقى انت هنا في الاخر هتيجي اخر السنه هتلاقي نفسك خدت منه القسط اللي مطلوب منه وزياده مع العجل اللي هتتولد ولا غيره وتاخدها منه تربها عندك ولا حاجه، يبقى انت في الحاله دي خدت قسطك اللي هو مطلوب منك وخلاص. جميل. ويبقى يعني هي لها دراسه ولها يعني دراسه. تاني حاجه ان انت العجله بياخدته ويتامن عليه عشان خاطر لو حصل له اي حاجه التامين اللي يدفع فلوس هو ما يخسرش حاجه. والله العظيم يعني حاجه جميله. فهي جميل. كل اللي فيها دي احنا اتفق وصلنا لخمس ست قرى دلوقتي والحمد لله. يعني احنا عندنا يعني اللي كنا يعني في محافظه في الصعيد قالت مركز في الصعيد قال نشتغل فيها، وعندنا السيد المحافظ كفر الشيخ مهتم بالموضوع ده جدا وكلف في اجتماع معاه كلف رؤساء المدن اللي احنا الحتت اللي احنا قلنا عليها يعني وكلف رؤساء المدن هناك ان هم يقعدوا ويشوفوا لنا الناس، لان احنا عاوزين مثلا في حدود 120-150 واحد على اساس ان كل واحد ياخد اربعه عشان خاطر المركز تجميع الالبان اللي هيتعمل يعرف يستوعب العدد المواشي اللي هتبقى موجود. مش هنعمل مركز تجميع البان عشان خاطر 50 بقره ولا 100 بقره، لما يبقوا 600 700 بقره ممكن تعرف تاخد منهم
تعرف تشتغل وتعرف العربيه اللي هتنقل اللبن. لا وهم كمان يقدروا يشغلوا مركز لانتاج الالبان، يعني بدل ما يبيعوا 20 كيلو بتاع نشرب هي الهدف منها والله. احنا بنشتغل والله، الهدف مش هدف مكسب ولا حاجه، الهدف نشر فكره. الناس تشتغل نشر فكره، انت اهم شيء اي واحد انت بتبدا بفكره ولما بتنجح غيرك بيتفرج بيتنيه من رقبك لحد ما يشوفها نجحت وغيره يعملها تاني. طيب المشاهد دي هتبقى مخصبه ولا يبقى في وحده تخصيب مثلا؟ لا هي جايه هتبقى الاول جايه عشر. احنا بنستوردها عشر. كويس. وبتسلم له عشر والدكتور بيتابعها معاه لحد ما تولد. لحد ما تولد وتيجي بقى ميعاد التلقيح هو يلقحها له. يعني هيبقى في دكاتور تلقيح موجود وكل حاجه. لا لان معالي الوزير قال لما نبدا في الفكره الطب البيطري هيبقى موجود هناك، لان هي يعني هي ديت بتخدم، يعني هي في الاول وفي الاخر هي تبع لوزير الزراعه. فالوزير قال كل الامكانيات المطلوبه واي المساعدات المطلوبه لاقامه هذه الفكره او هذه القريه هتتزامل. يعني هتتزامل. بس هو السؤال هنا بقى مين اللي هيربط الحاجات دي ببعضها؟ هل جمعيه الاصلاح الزراعي مثلا ولا الجمعيه التعاونيه؟ يعني لا ما مين أنا اللي هيربط بقى المزارع بالبيطري بالتخصيب؟ ما احنا هنعمل، احنا عندنا جمعياتنا في اماكن واسعه هيبقى فيها الطب البيطري وهيبقى فيها كل الحاجه، يعني المكان مهيأ يستقبل اي حد وتعمل فيه كل حاجه يعني. يعني احنا ديت مش البتاع، لا انا ما اعرفش اعملها في الائتمان، اعملها في الاصلاح على اساس انني فلاحين الاصلاح اللي عندي انا يعني اعرف اتعامل معاهم واعرف استجيب معاهم. يعني انا بعمل لفلاح الاصلاح لان انا القانون ذات نفسه بيمنعني ان انا اتعامل مع حد تاني. صحيح صحيح. قلت لنا انا اللي هضمنه وانا اللي هجيب له قرض وانا اللي هضمنه. فبالتالي يبقى انا اللي هضمنه، لكن ما يمنحش ان بتاع الائتمان ياخد مني وبرضه عن طريق البنك ويعمل في نفس القريه. تمام. يعني حلو قوي ان يبقى في تخصص يعني. بس انا ما اقدرش اديله بالقرض من عندنا. تمام. يعني هو ممكن ياخد من البتاع ويبقى من ضمن المستفيدين من نفس المشروع ونفس القصه. طب خلينا نرجع تاني للدور اللي بيحبه قوي المزارع والفلاح اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي ونفسه هذا الدور يرجع تاني. هو حضرتك عارف دلوقتي المشكله البنط العريض عند مشاكل المزارعين، مشاكل التسويق. هل في الخطه الجديده او هل في تكليفات وزير الزراعه ما له علاقه بمساعده المزارع المصري على تسويق حاصلاته الزراعيه، ولا برضه ما زال هذا الملف لسه ما اشتغلناش عليه؟ احنا ما زلنا بنتكلم في نقطه اللي احنا بدانا فيها وبنبدا من الصفر تاني. احنا قلنا 100 مره وزاره الزراعه وزاره منتجه عليها انها تنتج بس وليس لها بالتسويق. صحيح. ولكن للاسف احنا بنحملها اعباء كل دي. احنا بنحملها الري كمان، بنحملها التسويق ونحملها الري، واذا حصلت دوده في الارض بنحملها للزراعه وصحيح مهمته، بنحملها كل حاجه تهم الزراعه ونيجي نسوق نعمل. ولكن احنا قلنا 100 مره ان احنا عندنا كذا جهه المفروض هي تبقى مسؤوله عن تسويق المحاصيل الزراعيه. هي لو احنا عاوزين نفكر بالفكر الاقتصادي او فكر الدول المتقدمه يبقى احنا لازم نشوف احتياجات الدوله من المحصول ده ايه، ويبقى هنا وزاره الماليه مسؤوله عن توريده، وهنا وزاره التموين تقول انا عاوز رز قد كده، عاوز غله قد كده، عاوز ذره قد كده. انا قلنا قبل كده وزاره الزراعه وزاره التموين عليها تقول انا عايزه كذا طن قمح السنه دي بكذا وبسعر كذا، سعر مجزي للفلاح، والفلاح عليه ينفذ ويجيب لها اللي هي قالت عليه. تمام. بس اديني سعر مجزي يعوض لي ان انا اعرف ازرع واعمل. طب انا معلش عايز اقف عند النقطه دي يا حاج مجدي عشان النقطه دي حساسه قوي. النهارده يمكن في القمح، في بنجر السكر، في الزراعات التعاقدية، الفلاح ما شاء الله جميل بيبقى يعني بيلبي الندى وبيروح وبيورد سعادتك. لا أقول لحضرتك حاجة، لكن لو الدولة النهاردة قالت هنطبق الدورة الزراعية هل الفلاح هيساعدنا؟ يعني السؤال هنا سعادتك الدورة الزراعية نفسها في حالة واحدة. ما هي دي اللي في حالة لا في حالة واحدة ساعدك. بس ما أنا الدورة الزراعية تتنفذ الصبح. بس قول لي أزرع محصول، أنت عندك ثلاث زراعات في الصيف. صحيح. زرعة ذرة وزرعة قطن وزرعة رز، دول الثلاث محاصيل الرئيسيين اللي بيزرعوا في الصيف. مظبوط. لو قلت لي مثلا زرع دورة فدان القطن الصافي بتاعه الصافي بعد البتاع بعد الانتاج متوسط الفدان منه 7 قناطير مثلا هيصفي 2000 جنيه اخر السنة،
بعد ما مصاريفه كله هيصفي 2000 جنيه مكسب. الرز هيصفي 2000 جنيه الذره هيصفي 2000 جنيه يبقى هنا الدوره الزراعيه هتلتزم وهلتزم لان الدخل من الثلاث محاصيل متساوي مع بعض. لكن انا عندي القوط بزرعه خدت براحتك بزرع القوط وسعره بيقل كل سنه عن سنه. يعني احنا بدانا في سنه 2015 ولا 2014 بدانا بساعه تحرير الجنيه 2016 بدا كان وصل 3200 السنه اللي وراها وصل 3000 السنه اللي وراها وصل 2700. طب السنه دي مع افتتاح مصنع جديد لحلق القطن طويل التيله اللي كان بيفتتحه السيد الرئيس من 15 يوم متوقع ايه اللي يحصل في القطن؟ متوقع في القطن هيبقى اقل من السنه اللي فاتت كمان. طب ايه السبب؟ لان مفيش طلب على القطن. ما انت بقيت عندك قطن 800000 انطار من السنه اللي فاتت ما انباعوش. من بتوع السنه اللي فاتت. بتوع السنه اللي فاتت اللي انباع من السنه اللي فاتت 400000 يعني اللي باع من قطن السنه اللي فاتت 400000 انت بقيت عندك من السنه اللي فاتت 400000. احنا كل لحد دلوقتي ان احنا متجاهلين حقوق الفلاح. ليه؟ لان انت عندك الدول يقول لك اصل القطن اللي جاي من بره رخيص. القطن اللي جاي من بره مدعم من بلده. طيب بص يا حاج مجدي في معانا الاستاذ ياسر من المنيا عايز يعمل مداخله. استاذ ياسر ازاي حضرتك عامل ايه؟ طيب استاذ ياسر حاول تتصل بينا مره تانية. القطن اصلا انت عندك انت المشكله ان انت عندك اكتر المحاصيل الدول بره بتبقى نظره للفلاح بتاعها وبتدعم المحصول بتاعها. خدت بالك؟ القطن جاي من اليونان. القطن اللي اكتر القطن المتداول في مصر يوناني. صحيح. مدعم ب 700 جنيه ولا ب 600 جنيه الامتار. طب انا ازاي احط في منافسه مع واحد مدعم قطنه ب 600 700 جنيه؟ ده هو في بلده مدعم يعني بيدعم هو جاي لك هنا مدعم من هناك. يعني قبل ما الفلاح يطلع مثلا هو طالع من هناك ب 2000 جنيه والفلاح واخد 2000 جنيه هو جاي لك ب 1300. اوكي. يعني جاي لك هنا ب 1300 يعني الدوله بتدعمه عشان السوق الاوروبي بيدعمه. السوق الاوروبي بيدعمه. طب ما انت لما بتاخد قطن محصول مدعم من بلده بيضرب محصوله هنا بتخلينا اني اتغير عنه وازرع حاجه ثانيه. طب ما تيجي نعمل زوم اوت كده ونطلع بقى يعني ايه نتفرج على الصوره من فوق. مش يعني لو الدوله كلها اشتغلت على انشاء المصانع والمحالك بتاعه القطن طويل التيله مش هنرتاح ونبقى مش محتاجين حاجه. يا باشا انا عايز اقول لك يا استاذ نصدر منتجات مش لازم نصدر. شوف المقوله الخبراء المصريين قالوا عليها اللي هم كانوا غيرين على القطن. نزرع قطن ولا نصنعه ونصنع قطن لا نزرعه. احنا 90% من القطن اللي بيتصنع في مصر مش مصري. اللي بيتصنع في مصر اللي بيتصنع في مصر مش مصر مش مصر. كويس خدت راحتك. وديت هي في نقطه هنا لان انت هنا لما بتيجي تغزل القطن المستورد بتجيبه من بره رخيص وتيجي تصدره بتاخد عليه دعم تصدير مبلغ انت ما بتكسبش فيه. انت مكسبك في الدعم. مكسبك في الدعم. واتحدى اي حد اذا كسب اذا جه مسكت الفاتوره ورقه وقلم معاه وحسبت له مصاريف القطن جيب كام رغم ان هو بيقول انا جايبه رخيص وغزله وطلعه بره. لكن انا اللي بدفع ثمنه ثاني كفلاح وكوزاره ماليه بدفع دعم التصدير خدت براحتك على حاجه انا ماليش فيها. وانا لما طلبت الدعم عشان ادعم ال 700000 امتار اللي موجودين هنا دول عشان خاطر اخلي السوق فاضي واعرف ابيع قطن اللي داخل جديد خدت بالك؟ قال لك لا رغم ان هو المبلغ اللي مطلوب ما يجيش حاجه واحد على 100 ولا 2% من اللي بيندفع دعم في التصدير والحاجات دي. ده 300 مليون جنيه تدعم القطن اللي موجود عشان خاطر تقدر تحيي زراعه ثانيه جديده ما تخليش الفلاح يهرب منها. اوعى تفكر الفلاح اللي زرع القطن النهارده زرعه حبا فيه. امال زرعه ليه؟ حبا في الارض بتاعته بس لان القطن بيحسن الارض. طب هو يعني انا احنا يعني احنا تصريحات قويه من الرئيس يعني لا الرئيس احنا انا من خلالك من خلال حضرتك من خلال القناه ان انا يعني بطالب بناشد سياده الرئيس ان ملف الزراعه ياخد اهتمام من سيادته في الفتره اللي جايه لان احنا الفلاح انظلم في الفتره اللي فاتت بقاله 12 سنه ما بيزرع وما بياخدش قيمه المحصول بتاعه ولا الزراعه بتاعته. احنا بنتمنى في الفتره اللي جايه
ان احنا نهتم بالانتاج الزراعي في مصر. الفلاح عنده استعداد يعمل اكتفاء ذاتي من اي محصول الدوله تطلبه منه. واحنا لو احنا وفرنا الاستيراد في بعض المحاصيل زي الذره وزي فول الصويا وزي الحاجات دي يا استاذ طارق، احنا لو خففنا الاستيراد واعتمدنا على الانتاج المحلي هنقلل الطلب على الدولار، وبالتالي الدولار هينزل، ولو الدولار نزل جنيه هيوفر لي دعم 2-3 مليار جنيه. طيب. انا متفق معاك جدا في فكره ان احنا نحبس الاستيراد في بعض الحاجات يعني، بس انا اللي انا برضو مجنني ان في تهافت كبير جدا على الزراعه، في تهافت كبير جدا على وضع الارض على الاراضي. بنشوف الشباب النهارده عمالين يهجموا على الصحراء والدوله تيجي تقنن. يعني الزراعه مش شوف يا بيه، هي فكره الهجوم على الارض والزراعه مش الهجوم عشان يزرع فيها. الفكره خدوها انا كنت وانا بطالب فيها. يعني انا قلت قبل كده ان احنا عاوزين، لو انت قلت اللي عاوز يزرع في الصحراء روح يزرع حق انتفاع. طول ما انت بتزرع اهو انت عايش وبتزرع، مفيش حق تملك. اصل انت لما تملك ارض مصر الجيل اللي جاي هيلاقي ارض فين؟ والله كلام كلام يعني انا عاوز اسال يعني. انت اصل انت بتتحرك في منطقه معينه. طب انت لما تملك المنطقه ديت للجيل اللي موجود حاليا، طيب ده معناه ان في رغبه من الناس للزراعه. لا انت بالك ازرع. لا ما انا بقول لك اهو، انا معاك ان في انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك اهو ازرع بس حق انتفاع. طول ما انت بتزرع، اصل في ناس رايحه تزرع عشان تسقع اراضي اللي احنا شفناها دي كلها. خلصت الحكايه. لا ماشي، ما في مش طول ما الفكر موجود ما فيش حاجه بتخلص. لكن لما انت تيجي تقول الرئيس يقول اللي عاوز يطلع يعمر في الصحراء ويزرع يزرع حق انتفاع، ما انت هتفيد الدوله، مش مهم اخد منه فلوس، ده المفروض اديله فلوس. صحيح، خدت بحضرتك؟ الدول كلها بتعمل كده، اطلع وازرع وعيش، وطول ما انت بتزرع وبتاكل مفيش حد عندك. لكن تسيب الارض انت بتزرع فيها، مجدي بيزرع في الارض ديت، نهار ما تسيبها وتمشي، خدت بالك، وطارق ينزل فيها مالكش فيها حاجه. والله ده كلام مهم جدا. لكن انا مش كان سبب تفتيت الحيازات. انا لما اجي اقول لك على رايح يصلح ارض املكها له عشان هو يقعد فيها سنه ويروح يبيعها، وليه لو توفى بيه اتنين عيال وابنه بيت عادي ما يقعدوا يا بيه، هو وعياله واحفاده واجداده طول ما هم بيزرعوا كل ما عمالين بيزيدوا عمالين بيبنوا ويجرفوها يا بيه. لا يزرع ويعيش. لكن احنا بنقول، احنا بنتكلم، احنا عاوزين ندور على الجيل اللي جاي. الجيل اللي جاي يلاقي حاجه يبقى عنده انتماء ان يعيش في البلد دي. لكن لما يطلع ما لقيش حاجه ليه فيها. صحيح، هتخلوا له انتباه فيها ازاي؟ صحيح عندك حق. هو في مناطق كتير فعلا ما بعتش في امل لاي مصري ان هو ياخد فيها سنتر. الساحل يعني الشمالي ده من اوله لاخره لا يعني، وطريق اسكندريه الصحراوي ما عادش صحراوي بقى زراعي خلاص بقى زراعي يعني. ما انا بقول لك يعني دي كلها اراضي اتسقعت، ودي الدوله تحملت اعباءها النهارده. يعني الدوله تحمل اعباءها النهارده ومصاريف. احنا بنقول احنا عاوزين نفكر لجيل جاي مش لجيل اللي موجود. صحيح. طيب عايز انقل مع حضرتك لنقطه تانية. دايما كان سياده الرئيس هو بيتكلم، يعني بيتكلم عن رقمنه الاشياء وان هو يكون عنده بيانات صحيحه، وكان دايما بيفند مشكله مصر ان هي مشكله بيانات، وان دايما البيانات ما كانتش مظبوطه، وان كل ما البيانات بتكون مظبوطه في اي مجال وفي اي نشاط بيكون متخذ القرار بياخد القرار المناسب بالحجم المناسب في الميعاد المناسب. النهارده الدوله فيها خطه كبيره جدا لانها تسجل كل الماشيه، وكل ماشيه حيوان يكون له كارت، وحتى يبقى عليه التطعيمات بتاعته. واتكلمنا قبل كده وقلنا ان حتى الحيوانات اللي هتمشي في الشارع بدون هذا الكارت ممكن يبقى في من لهم حق الضبطيه القضائيه انهم يصدروا هذا الحيوان باعتباره حيوان مجهول المصدر. فهل حضراتكم في الجمعيات الزراعيه او في جمعيات الاصلاح يعني هتشاركوا الدوله في هذا الموضوع، تقدروا تصدروا الكروت ديت بحيث ان احنا نقدر نعمل قاعده بيانات محترمه للثروه الحيوانيه في مصر؟ هو طبعا فعلا الفكره ديت اول ما الوزير السيد القصير مسك وكرت كان بيطلع مع الحملات الاول، الاستاذ مصطفى، لا مع الاستاذ مع المهندس مصطفى الصياد. وبما ان الجمعيات الزراعيه فيها كل مربين القرى، فكل جمعيه حصرت الاسامي، وكان كل اللي فيها المطلوب حصر العدد الماشيه، لان انت كل اللي فيها بيجي لك بيانات وهميه.
صح. قبل كده كانت تتبلغ، واحد يقول لك مره 8 مليون، واحد مره يقول لك 10 مليون، ومره يقول لك 9 مليون، ما حدش عارف الحقيقه فين، انت ما انتش عارف البيانات الحقيقيه فين. فلما اتحصلت البيانات الفعليه، وانت حتى انت حاسس في الفتره اللي عدت ان هناك استقرار في سعر اللحم. اه طبعا في الفتره اللي عدت. والاستقرار ده جه منين؟ لان انت هنا هتبدا تاخد قرار صح. انت مثلا لو رحت دلوقتي للدكتور مصطفى الصياد وسالته دلوقتي، قلت له انت بتقدم لك كام طلب استيراد عجول دلوقتي، هتلاقي فيه 500,000 ولا نص مليون راس عاوزه تستوردها من بره. لكن هو هناك هنا بقى عمل وقفه، بيوافق على في حدود المتاح او الامكانيات المطلوبه لمصر. الدوله محتاجه ايه عشان ما يضربش المنتج المصري؟ طبعا. ما هنا بقى الدراسه، يعني هنا الدراسه السيد الوزير والاستاذ مصطفى الصياد يعني اتفقوا في نقطه، ان احنا مش عاوزين نخضع لبعض الطلبات، لكن نخضع للاحتياجات الفعليه للدوله. بما ان انا ملتمس في الفكر معاهم والبتاع، فانا عارف البتاع، فبالتالي هو ما بيدخلش الا العدد اللي هي محتاجاه الدوله، عشان كده يعمل توازن في ايه؟ في اسعار اللحوم. في اسعار اللحوم صحيح. لو دخلت يامه ينزل السعر، والمربي يطلع بره السوق، تحصل ندره، تحصل نرجع نستورد. خدت بالك اللي حصلت في الفتره اللي عدت دي؟ خدت بالك ان الفلاح حصلت فوضى في السوق، واللحمه وقال لك اللحمه ب 60 و70، ما فيش حاجه اسمها 60 و70 اصلا. لا طبعا مش جايبه حتى لو انت لو انت جايبها مدبوحه في طيس، ما فيش 60 جنيه. خدت بالك؟ بس يعني احنا بنضحك على بعض ونقول ب 60 وفوق ب 50، والمفروض اللي ينباع ب 60 يتحاكم، واللي ينباع ب 70 يتحاكم. صح طبعا. خدت بالك؟ 100%. لان هو بيبيع ب 60 دي بلحمه، اللي مش هيكسب يا فندم. مفيش لحمه، لا مفيش لحمه. صحيح. اصل كيلو 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 اللحم النهارده بيكلف على المربي ما يقلش عن 110. علف وعلاج، علف وعلاج وتربيه وثمن العجل. انت بتجيب العجل وتعلفه وتربيه على ما تخليه يبقى لح، الكيلو يوصل فيه ب 110، ازاي هيبيعه ب 70 ولا ب 80؟ فاحنا مش عاوزين نضحك على بعض، احنا لازم نعرض الحاجات بقيمتها الحقيقيه. صحيح. ما تقوليش كيلو اللحمه ب 60، واصل الفلاح كان الجزار كان حرامي والتاجر ده كان، ما نقعدش نشوه في الناس. صحيح. خدت بالك؟ انت ما انت شايف اللي بيحصل على المواقع، كيلو اقف اللي بيتكلم يقف يجيب العجل ويعلفه ويقف على ايده ويشوف هيصرف قد ايه. صحيح صحيح. وانت تلاقيك يعني انت لو انت جيت دلوقتي في الضحيه وذبحت عجل وجيت تشوفه، هتلاقي كيلو واقف فيه ب 130 جنيه. مع ان انت واخده باسعار الحي اللي يعني انت واخده باسعار الحي ب 52، يعني انت بقول لك يعني صحيح. يعني احنا مش عاوزين نبالغ في الارقام ونقول كيلو ب 60 واصل ده بيبيعه ب 100 وده خساره، لا اللي بيبيع ب 100 ده خسران، واللي بيعمل 110 خسران. حاج مجدي انا سعيد جدا بالحوار معاك، وسعيد جدا. لا بس ما خلصناش، احنا عاوزين نقول للناس يعني عايز تقول لهم ايه؟ بس هو عشان وقت الفقره وفي احنا عاوزين نقول للناس كل سنه وانتم طيبين. طيب. وان شاء الله يعني ان انا شايف في الفتره اللي جايه ديت ان سياده الرئيس مهتم بملف الزراعه، ولان سياده الرئيس عمل البنيه التحتيه لكل المشاريع الاستثماريه اللي ممكن تطلعنا من الوادي الضيق للوادي الواسع لبره البلد، يعني نطلع بره في المناطق الصحراويه والمناطق نستثمر. هو يعني مهد الدوله للاستثمار، وعلى كل مستثمر ان هو اذا كان بيحب البلد يبدا يستثمر في المشاريع بتاعته، بدل ما يستثمر بره ولا يعمل، يبدا نعمل مشاريعنا في المناطق دي حتى نستوعب جيل من الشباب اللي هو امل المستقبل في المرحله اللي جايه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، وربنا يعين الرئيس علينا يعني ان شاء الله، لان احنا شعب برضه لنا مطالب ياما ولنا مطالبنا ما تبطلش، وهو قد المسؤوليه ان شاء الله. وهو قال في الاول استحملوني عشان اقدر اعدي وان شاء الله نعبر كلنا، فاحنا ان شاء الله ويكون الفلاح دايما في المقدمه دايما، ده تاج على رؤوسنا جميعا. نورتنا يا حاج مجدي، وتبقى تديني بقى جلابيه هديه المره الجايه وانت جاي. نورتني يا حاج مجدي. حاج مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، شكرا للمناقشه الحلوه اللي احنا بنتكلم فيها من القلب للقلب. واكيد مسؤولين وزاره الزراعه بيسمعونا، لكن الكونسبشن او المفهوم او الفكره الكبيره العريضه، اي حد منتج لاي حاجه اذا ما كسبش منها
هيطلع والبديل بتاعه المستورد بالدولار. نقعد كلنا مع بعض كدولة، وزارة الزراعة زي ما الحاج مجدي قال ونوه، هي وزارة انتاجية لا ليها علاقة بتسويق ولا ليها علاقة بمية، ولكن هي دايما واقفة معاكم ودايما بتحاول على قد ما تقدر. ولكن أنا لما بتكلم عن دولة مع بعضها عايزة تنجح هذه المنظومة على بعضها، وأنا كل ثقة في القيادة السياسية أنها عندها رؤية شاملة، وده اللي بسطني وده اللي مطمن الناس. ويمكن حتى لما بيتقرص عليهم شوية بيبقوا سعداء وحاسين إن بكرة هيكون أفضل، لأن هم فعلا شايفين استراتيجية حقيقية للدولة المصرية على بعضها. هنطلع فاصل ونرجع لكم في فقرة زي العسل، لا هي العسل نفسه وتربية النحل بعد الفاصل إن شاء الله. أرجوكم تابعونا.